بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل، اهلا وسهلا بكم في انطلاقاتنا المسائيه لهذه الليله في برنامج ميدان الابصير ضمن مهرجان سيفي امير البلاد على انطلاقات الاشواط المسائيه في هذا الميدان لنسير مع الابكار العمانيات في هذا الملتقى وثالث اشواطنا المسائيه. نرحب بالجميع وكل المشاركين في هذا اللقاء وفي هذا النقل في انطلاقات هذا الميدان، ميدان البصير. نسير الى المقدمه والمركز الاول. الكايد تتقدم، تعود ملكيه محمد بن سهيل بن هدفه العامري، يتقدم الى المركز الاول ويسيطر سيطره واضحه على ناموسي هذا الشوط، بينما هناك في المركز الثاني هذا اللي واصل افعال تعود ملكيته لمحمد بن بريك المري، يتقدم ليقدم لنا افعال من تتواجد على المركز الثاني، بينما شعار بن حماد يتدخل في المركز الثالث. وصول من قبل في هذه اللحظات، هذه اللي وصلت الطيره تعود ملكيتها لعلي بن محمد بن حماد الشامسي، يصل ويتقدم الى هذا الموقع وهذا المكان ليتواجد في هذه اللحظه في المركز الثالث، المركز الرابع، المركز هكذا. إذا نذهب إلى المقدمة من جديد وإلى ناموسي هذا الشوط في مقدمة الشوط. صقر بن فهد بن صقر المريخي يتقدم الى المركز الاول، بينما في المركز الثاني هذا اللي وصلت الهنوف علي بن عبد الهادي بن تويم المري، يحتوى بن حماد وصل خذ المركز الثاني مع الطير علي بن محمد بن حماد الشامسي، والمركز الثالث هذا اللي وصلت الهنوف علي بن عبد الهادي بن تويم المري يحتل المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء، المركز الرابع هذه اللي تقدمت هذه ثروه تعود ملكيتها لصالح بن زويد بن برغش الجحافي، يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس وصول من سمحه لحمد بن عمير العفيشة الشهواني، العفيشة يحضر ويتقدم للمركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا الأعزاء من خلال هذا البرنامج وهذه المنافسة. عودة إلى المقدمة وإلى الصراع في منافسات هذا الشوط. يا سلام، شوف المريخي لا زال متقدم على ناموس هذا الشوط ويحمل أول تحديات لقاء هذه اللحظة. هناك صقر بن فهد بن صقر المريخي يقدم مياسه، يقدم مع مياسه مع شوط العمانيات الرئيسي في هذه الامسيه. ما شاء الله تتقدم وتحتل المركز الاول. امامكم مياسه، بينما هناك الطيره في المركز الثاني، الطيره لعلي بن حماد الشامسي، يقدم الطيره مع علي بن محمد بن حماد الشامسي في هذه اللحظه، ويتواجد كذلك بالمنافسه في ارضيه هذا الميدان. بينما في المركز الثالث، المركز الثالث وصلت ثروة، صالح بن زويد اليحافي يقدم ثروة لتحتل المركز الثالث. بينما في المركز الرابع شعار الموسى يصل في هذه اللحظات مع نيران موسى بن عبد العزيز الموسى، يحتل المركز الرابع. ودخول من المركز الخامس شعار بن سبت مع هملولة، لكن هنا يصل شعار الشهواني في هذه اللحظات ويحتل المركز الخامس. هذه حشيمة محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني يصل ويحتل المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط وفي منافساته في لقاءاته الودية الأصيلة. لكن العودة إلى المريخي، لا زال مع مياسة يقود كل هذه الأسماء نحو التتويج بالفوز والناموس والانتصار. المريخي صاحب أرضية الميدان يلعب على ميدانه، لكن هناك الطيرة تحاول. علي بن محمد بن حماد الشامسي نجم من نجومها
هذه الرياضة يتقدم إلى المقدمة، والطير الطير قامت في المقدمة، غيرت الآن الأمور إلى صالحها في هذا الملتقى وفي هذا التنافس. هذه الطير غيرت إلى المركز الأول، يلا يلا شوف المقدمة، بينما مياسة في المركز الثاني، صقر بن فهد بن صقر المريخي يحتل المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث، بن زويد يقدم لنا ثروة، صالح بن زويد بن برغش الجحافي يحتل المركز الثالث، والمركز الرابع الموسى قادم، الموسى قادم، الهلالي قادم مع نيران موسى بن عبد العزيز الموسى. أما المركز الخامس الشهواني يحضر مع حشيمة، حشيمة محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني قادم إلى المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى 4 كيلومترات قضينا عليها وخلصناها، باقي 2 كيلومتر، الكل في انتظار التعليمات، هذه الهجن الأصايل، المحليات العمانيات عودة للمقدمة، الطيرة 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 لا زالت مسيطرة بكل قوة، الطيرة علي بن محمد بن حماد الشامسي على موقعة البداية، على موقعة البداية بقيادة الهداف في المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني مياسة، مياسة صقر بن فهد المريخياتي مع وجود مياسة يحتل المركز الثاني، المركز الثالث هذه اللي حضرت وواصلة ثروة 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 ثروة، صالح بن زويد بن برغش اليحافي، لكن هناك حشيمة بدأت تتسلل، حشيمة بدأت تتسلل، محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني حضر في المركز الثاني مشاهدين او الرابع، المركز الخامس شوف اول ندى لسمحه، اول ندى لسمحه، سمحه سمحه، عبد الله بن جار الله بن علي المري يصل يحتل المركز الخامس، هذه الخماسيه امامكم على ساحه التنافس، على ساحه المعركه، لكن الطيره 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 طايره بناموسها، الطيره طايره، علي بن محمد بن حماد الشامسي لا زال يحضر في لقاء هذا الشوط، في هذا اللقاء الودي على أرضية ميدان المصير، بينما بن برغش وصل مع ثروة 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 احتلت المركز الثاني، زويد بن برغش الجحافي وصل خذل المركز الثاني يا صالح، يلا يا صالح، لكن شوف 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 الله، وصلت وصلت سمحة، وصلت سمحة، تقدمت سمحة، خذت المركز الثاني، عبد الله بن جار الله المري 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 يأتي في المركز الثاني، المركز الثالث هناك حشيمة محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، ولكن طيرة بن حماد طايرة، طيرة بن حماد طايرة بين السماء والأرض ما شاء الله، هذه اللي تسير إلى نواميس الانطلاقات، إلى نواميس الأشواط الرئيسية، راح شعار بن حماد إلى الصدارة، لكن الشهواني الشهواني يحاول، محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني يتقدم إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني مع حشيمة، مع حشيمة، لكن مسيطرة الطيرة الطيرة لا زالت مسيطرة في لحظات هذا الشوط الأخيرة الأخيرة، إلا أن الطيرة بدون أي تعليمات صامدة صامدة صمود صمود الجبال السود على المقدمة وعلى المركز الأول، الشهواني يحاول، الشهواني يحاول بالمركز الأول، المركز الثاني حشيمة محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، ولكن الطيرة مشاهدين الأعزاء تذهب بالتحية والسلام إلى أهالي العاصمة الحبيبة أبو ظبي هناك في دولة الإمارات، راحت بالتحية والسلام، هذه الطيرة هذه الطيرة تقود مسار هذا الشوط بالفوز والانتصار، تهانينا والناموس لعلي لمحمد بن علي بن حماد الشامسي على هذا الفوز والانتصار، هذه الطيرة تفوز، تهانينا للهداف كذلك على هذا التضمير، المركز الثاني حشيمة محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني، المركز الثالث وصلت من خلال أثير فيصل بن شفيع الألف هيده المري يحتل المركز الثالث، المركز الرابع وصلت سمحة عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، وشعار الموسى ياتي مع نيران موسى بن عبد العزيز الموسى محتلا المركز الخامس، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز والانتصار.